وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية بإطلاق خدمة الإسعاف الوطني بحلول 15 من يونيو المقبل وتفعيلها في 13 مركز للإسعاف تغطي كافة محافظات المملكة قبل نهاية العام الجاري بهدف الارتقاء بجودة خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين. وأشار سموه حفظه الله لدى ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر الرفاع أمس إلى أهمية مواصلة تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها خدمة الإسعاف الوطني الذي يعد إحدى الخدمات الحيوية التي تخدم كافة المواطنين والمقيمين، مشددا على ضرورة تنفيذ كل ما من شأنها الوصول إلى الأهداف التي من أجلها تم تدشين هذا المشروع المهم.